يا استاذ امجد، حضرتك بقالك ساعه عمال تتنهد، يعني انا وشي شبر، يعني يا ريت يا استاذ تدخل في الموضوع تاني. يا استاذ احنا مش قلنا نرفع التكليف ده شويه؟ تكليف ايه يا استاذ اللي هنرفعه ولا نزقه؟ انا حضرتك قلت عايز تقابلني، انا قلت ده في حاجه مهمه، وبعدين حضرتك تلخص علشان انا مش فاضيه، انا ورايا زنازين عايزه اقفلها واتمم عليها. صدقيني يا نور، وانا بتصل بيكي ما بحسش بنفسي، ببقى عايز اشوفك. الله 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 الله، انت ليه كده قلبت على شاب في ثانوي كده؟ لا خير خير، كمان شعرك، لا 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 كده كتير. حضرتك عايز تقول ايه نور؟ صدقيني من ساعه ما شفتك اول مره وانتي بتطردي الرجال اللي عايزين يقتلوا انتصار وشجاعتك يوميها، حسيت انك نوع تاني خالص من الستات، نوع انقرض ما عادش منه موجود حاجة، تغير قوة شخصيتك. أيوة، وإحساسك تجاه أولادك، بتفكريني بالنمرة اللي بتحمي ولادها في الغابة. نمرة في فهد بي، يعني قصدي أمجد بي، يعني كلامك غريب. أنت شارب حاجة؟ لو شارب بص نص ليمونة تحت لسانك هتفصل وتتكلم كويس. صدقيني. طيب فاكرة يوم ما رحنا مع بعض رحلة الصيد بتاعت شرم الشيخ؟ صيد صيد ايه؟ ده احنا كنا في البحر الميت، ده انت ما اصطدتش سمكة، ديل سمكة ما طلعتهاش. طب بذمتك ما اتبسطتيش على الاخر يوميها؟ طيب نقول اتبسطنا، ها اتبسط. نور بلاش تقاومي إحساسك وشعورك تجاهي، أنا حاسس بيك. الله 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 الله، ده أنت حلو كده، أوعى تشرب تاني، لا أنت كده تمام تمام. أنا غلطانة أصلاً إني جيت أقابلك، لو عايزني أطلب لك العباسية ديليفري أطلبها لك. نور نور استني اسمعيني، فهمتني غلط؟